هذا ما نود أن نعرفه بإذن الله سبحانه وتعالى بانتظار تجهيز الاتصال من فريق الإعداد. كثير من القصص اللي عم تصير صراحة بهذا الموضوع، وبنسمع بين فترة والتانية أخطاء طبية بسبب عدم الكفاية الحقيقية للقائم على موضوع العلاج، يعني مثل ما بنسمع بحالات نعم. مؤخرا، سواء بما يتعلق بالمواضيع النسائية، المعاينات والاستشارات النسائية، أو حتى أمور التجميل والمراكز الطبية اللي عم تكون غير مرخصة. لكن هل هون موضوعنا مختلف؟ شيء له علاقة بالكملك، هي بطاقة الكملك وبطاقة الحماية المؤقتة، شو اللي صار بالتفصيل؟ بإذن الله رح نعرف أكثر مع الأستاذ حسام على بين ما يجهز اتصالنا. نعم أكيد، دقائق ثواني قليلة وإن شاء الله بيكون معنا الأستاذ حسام. يسعد صباحك أستاذ حسام. صباح النور، يسعد صباحكم جميعا. حياك الله، بخير. الله يعطيكم العافية. تمام، كلياتنا بخير أستاذ حسام. صراحة حابين نعرف شو القصة اللي صارت، شو هي قصة الكمليك، شو الخطأ الطبي اللي صار أصلا؟ تحياتي لكم جميعا. أولا أخواتي الأكارم، عم يصير مشاكل كتير بموضوع الكملك. يعني مثلا إذا كانت مريضة أو مريض ما في معه كملك، وعم يجي صديقه أو جاره أو أي أحد عم يساعده، عم يقول له خلص خد كمليكي مثلا ودخل فيها على اسمي. تمام، فهون في نقطة مهمة الأخوات ما عم ينتبهوا لها، موضوع العمر، فرق العمر. طيب بلكي هذا الشخص في له اضطراب، مثلا هو مريض فعلا في المستشفى. مثل انا راح احكي لكم قصه صغيره صارت صارت معي في المستشفى. مريضه الساعه 3 بالليل او 4 الصبح انفجرت معها المراره. فلما فجرت معها المراره اتصلوا في الاسعاف، اجت الاسعاف سالوها على كملك وما كملك، فهي ما عندها كملك وخافوا هذا الموضوع. فجارتها اعطتها كملكة، وعلى الصدفه جارتها بتاخذ كيماوي، يعني معها مرض سرطان. يا لطيف. لا اله الا نعم، بتاخذ مرض كيماوي، فالاسعاف بتاخذ المريض على اقرب نقطه له، يعني اقرب مستشفى له. فكانت على الصدفه نفس المستشفى اللي بتاخذ فيها الكيماوي المريضه القديمه، المريضه صاحبه الكملك عفوا. نعم. فهون شو صار الخطا؟ عملوا لها العمليه، دخلوها على العمليات، فكان ثاني يوم موعد اخذ الجرعه للمريضه السرطان. المريضه الاساسيه صاحبه الكملك. المريض ايوه صاحبه الكملك. نعم. فهون شو صار؟ اعطوها جرعه السرطان للمريضه بعد العمليه، لانه هيك بيكون القانون، القرار الطبي قرروا انه يعطوها اياها، لانه بصير في نزيف وبتعرفوا يعني تتعب المريضه او اي شيء. فالمريضه عم تتواصل، كانت معي مسكينه، يعني ما عم تعرف شو تعمل، هر شعرها وقفت الدوره الشهريه عندها. طبعا ما بتموت هاي الشغله، ولكن هر الشعر خربطت بالهرمونات، ما بقى تقدر تجيب اولاد، انقطعت الدوره الشهريه، يعني صارت مشاكل. تخيلوا طيب اذا كان الموضوع فرق العمر، مثل مثلا اذا مريضه، نحن مريضه مثلا بتفوت على المستشفى بيسالوها عندك حساسيه، عندك مشاكل مثلا، عندك شيء عمليات، عامل شيء عمليات من قبل، في شيء حساسيه من شيء علاج. فبتلاقي المترجم اللي بيكون معهم، المترجم بيكون عادي يعني ما بيعرف بمجال الطب، فبيقول لهم كل شيء لا 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 لا. بعد ما بتفوت المريضه على المستشفى، تدخل على غرفه المخاط، بيعطوها مثلا ادويه سيرومات او اي شيء، بنتفاجئ انه المريضه بتتحسس مثلا من نوع مثلا المورفين. صحيح. في عندي هلا مريضه ما راح اذكر اسمها، هي يمكن اكيد عم تسمعنا هلا، لحد اليوم عم جسمها كله حساسيه. يا لطيف. ساكنه بمنطقه اسلار، اجت لعندي على المستشفى، فسالناها سالنا اهل المريضه، اهل المريضه قال ما في عندها حساسيه من شيء دواء. فالمريضه بتعرف انه هي عندها حساسيه، بس ما بتعرف تحكي تركي، كانت جوا بغرفه المخاض. ايوه. هون المشكله. نعم. يعني ضروري ان الشخص اذا ما بيعرف بموضوع الطبي، لازم يجيب شخص، او يا اما يتصلوا على الرقم الدولي، في رقم ما بعرف شو هو، مجبور هذا يترجم للناس. نعم. والله ما بعرف شو هو الرقم، انا اسف. ما في مشكله. لازم ضروري يعني اذا الشخص ما بيعرف الشغلات الطبيه، لا يترجم ولا يحكي، لانه ما في شيء اسمه استهتار، هي ارواح ناس يا جماعه. صحيح. خصوصا موضوع التخدير، بدي انوه على موضوع التخدير، ضروري جدا. موضوع التخدير، مثلا شخص لنفرض مثلا فايت على المستشفى بده يعمل عمليه مراره. نعم. وما عنده كملك، فهو عم ياخذ كملك رفيقه، لانه ما معه مصاري، بتعرفي كملك رفيقه في فرق بالعمر لنفرض 5 سنين. جرعه مثلا عمره هو 35 سنه وهذاك عمره 40،
جرعه التخدير للعمر 40 سنه مو مثل جرعه التخدير للعمر 35 سنه، فاحتمال تسبب وفاه، احتمال تسبب غثيان، احتمال تسبب مشاكل طبيه، اضطرابات واعراض، يعني اضطرابات واعراض، احتمال تسبب مشاكل كثير كبيره. ننوه للناس هذا الموضوع، يا اخي انت عم تعمل خير الله يجزيك الخير ما في مشكله، ولكن هذا الشيء عم يضر الناس الثانيين، يعني صاحبين العلاقه الاساسيه. طب استاذ حسام تفضل. الان في الحال اللي ذكرتها حضرتك انه السيده راحت واخذت الكملك تبع جار او جارتها اعطت الكملك، يعني في هذه الحاله لو هي اتصلت بالاسعاف وقالت له انا ما عندي كملك كان حياخذوها؟ نعم رح ياخذوها. طبعا في نقطه كمان رح انوه عليها على موضوع الاسعاف. في الناس عم تقول انه بتجي الاسعاف وما بتاخذنا حتى لو ما سمعنا كملك، لا بتجي الاسعاف وبتاخذها، ولكن في مستشفيات مثلا ما بتقبل حتى لو فات الشخص على بالاسعاف. حاليا ببعض من بعد الكورونا لغوا هذا القانون، يعني كان الاول من زمان لما يفوت شخص من الاسعاف يصير مجانا حتى لو ما عنده كملك. اما حصرا هذا رح انوه على موضوع مستشفى القانوني سلطان سليمان القانوني. اكثر شيء هنيك ما بيرحموا حدا ابدا، وهذا مسؤوليتي الشخصيه. الشخص اللي بيفوت لهنيك على هذيك المستشفى ما معه كملك ما في رحمه ابدا. حتى ان كان مثلا الحضانه او الولاده او اي شيء، في اشخاص انا براقب الفيسبوك مثلا وحده ما معها كملك شو بتنصحوني؟ ولا دق للاسعاف وعن تجربه وما بعرف شو، يا اخي دق للاسعاف عم ياخذوها قانوني مثلا. في كل المستشفيات في رحمه الا بهالمستشفى. شو معنات ما في رحمه يعني؟ مش من يعني ناحيه الاجور يعني؟ أنا من اجور ايوه، فهناك بالمستشفى ما بيخفضوا، يعني في مثلا غير مستشفيات بيقول لك ما في مشكله بننزل للنص، بننزل شوي بنساعدكم، بنعمل تقسيط كذا، هاي المستشفى بتعمل تقسيط وبس شو؟ بيقولوا لك ما في، ما بينزل المبلغ ولا فرنك ولا ليره. ايوه يعني طيب. بدك تدفع. طيب استاذ حسام انا كمان هي في عندي طبعاً. استفسار انه كيف هن بداخل المستشفى عم يدخلوا هي المريضه حسب الكملك؟ طب مثلا ما ممكن يشوفوا انه صورتها مو نفسها هي اللي على ارض الواقع؟ موضوع العاجل مضبوط طبعا موضوع العاجل احيانا مثلا المريضه بتكون على السيده يعني متسطحه على السرير وعم تتالم، ويكون في شخص ثاني ما في الكملك عم يفتح القيد. يعني الموظف بيكون من كثر الضغط ما معقوله والله يوقف ويسال وفرجيني وشك. في ناس عم تسال، يعني مثل هلا مثلا رح اعطيك مثال، مستشفى بكركوي مثلا ما بتفتح القيد الا لحتى الدكتور يشوف الكملك ويعطيهم امر لجماعه القيد انه افتحوا القيد فعلا هي الكملك لها. ايوه فقط مستشفى بكركوي في تدقيق، لان في تدقيق جدا، لانه من قبل صارت كثير مشاكل هنيك في هذا الموضوع. وحسب احيانا بيشدوا احيانا بيرخوا، يعني هذا الشيء اللي عم يصير. اشكرك شكرا جزيلا استاذ حسام صباغ الاستشاري الطبي. انا استشاري طبي من 3 سنوات، اي شيء استفسار تحت امركم انا ما شاء الله تبارك الله مجانا بدون مقابل، شو بتحبوا انا تحت امركم. الله يحفظك يا رب. شكرا جزيلا، حياك الله سيدي، الله يعطيك العافيه ويبارك فيكم، حياكم الله. يعني بصراحة موضوع جدا مؤلم، أنا كثير تأثرت على هي السيدة اللي صارت. هلا هو عم يقول إنه طمنا إنه إن شاء الله هذا أعراض الكيماوية اللي ممكن أخذتها بتروح مباشرة. صراحة يعني عن جد يا جماعة انتبهوا من هذا الموضوع وكونوا حذرين، ولا حدا يستسهل أي مبادرة من هذا النوع إنه ياخذ الكملك حتى لو كان مثل ما قال لأنه لتسهيل الأمر، لا إنه هو ممكن الواحد بعيد الشر يخسر حياته بسبب هالأخطاء اللي ممكن تصير لاحقا والأعراض الجانبية اللي ممكن يصير لاحقا بما يتعلق بهيك مواضيع. ناهينا عن الفكره والمسائله القانونيه تماما اعزائي المتابعين والمتابعات في حال يعني يعتبر انتحال شخصيه اخرى. فننتقل من مشكله في الطب الى مشكله في القانون. صحيح. قد يترتب عليها ما لا يحمد عقباه. نعم.